الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، روحي وأرواح العالمين لك الفداء، وقل الفداء يا من فدا نفسه دين المصطفى، ما خاب من تمسك بكم وأمنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سبع خصال من كن فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان وأبواب الجنان مفتحة له، من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته وأدى زكاته وكف غضبه وسجن لسانه واستغفر لذنبه وأدى النصح لأهل بيت نبيه لسلامة مولانا صاحب العصر والزمان، وتعجيلا لفرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. هذا الحديث النبوي الشريف فيه ميزة مهمة جدا، وهي أنه يتحدث عن استكمال الإيمان، عن أعلى مراتب الإيمان. سبع خصال من كن فيه، النبي ما قال فهو مؤمن، سبع خصال من كنا فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان. ليش؟ أبين لك. بعض الإيمان باللسان فقط، أكو ناس إيمانهم مجرد لقلقة لسان فقط، ادعاءات بالادعاء باللسان. ذول اللي القرآن الكريم قال نختبرهم نمتحنهم نشوف إيمانهم ادعاء لو صدق. إيش قال؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. شوف شوف العبارة، أن يقولوا، يعني إيمانهم شنو؟ قول، ادعاء لسان. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقد فتن الذين من قبلهم. قول ذولا نختبرهم نمتحنهم نبتليهم حتى نشوف إيمانهم صدق لو لسان. ذولا جماعة. القسم الثاني من أقسام الإيمان، الإيمان في القلب. الإنسان الإيمان متمكن من قلبه، أن الإيمان إلى وجود في قلبه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان إلى قلوبكم.
إذن هذه مرتبة ثانية، الإيمان القلبي. من ثالثا الإيمان العملي، أن الإنسان يكون مؤمن بلسانه يعني معترف، إنما المؤمنين الذين قالوا ربنا الله، قالوا بلسانه اعتراف وبقلبه، أكو وجود للإيمان. بعد وبعمله، يعني يبيع، يعني يشتري، يعني يصاحب، يعني يخاصم، يعني علاقاته مبنية على الإيمان، محترم إيمانه، منتبه إلى أن هو مو أي أحد. الدنيا فيها ما فيها، بيها موحدين بيها ملحدين، الملحدين أقسام، الموحدين أقسام، أكو يهود أكو مسيح أكو مسلمين. اليهود فرق 71 فرقة، المسيحيين 72 فرقة، المسلمين 73 فرقة. هو يحترم انتماءه، يحترم كونه مؤمن، أكو علاقة ربطة بالسماء، أكو علاقة ربطة بكتاب مقدس اسمه القرآن، وأكو علاقة مع النبي وآل بيته صلوات الله وسلامه عليه. زين، حقيقة الإيمان شنو؟ إحنا كلامنا عن من؟ حقيقة الإيمان، لا الإيمان اللساني ولا الإيمان القلبي ولا الإيمان العملي. حقيقة الإيمان أن الإنسان هو يكون كتلة إيمان تمشي على الأرض. تلتفت؟ بعد ماكو هو والإيمان، لا لا، هو الإيمان، يصير اتحاد بينه وبين الإيمان. هذا المعنى اللي قاله النبي صلى الله عليه وآله يوم الخندق، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. كل الإيمان منه؟ علي بن أبي طالب. والإنسان يوصل إلى مرحلة يبلغ حقيقة الإيمان، عاد ما نقول هو والإيمان، لا لا، هو الإيمان، يصير حقيقة الإيمان هذا الإنسان. زين، بعد يا رسول الله، قال هذه الخصال مو بس يبلغ حقيقة الإيمان، وأبواب الجنان مفتحة له، يعني هذا الإنسان يوم يجي أجله ويغادر الحياة مباشرة وين يلقى نفسه؟ بالجنة، لأن أبواب الجنان له مفتحة بسبب استكمال لحقيقة الإيمان. زين، شنو هي الخصال؟ شوف، أولاً أسبغ وضوءه. إسباغ الوضوء إلى معنيين، معنى يسموه المعنى الحرفي أو معنى ما وراء المعنى الحرفي. المعنى الحرفي لإسباغ الوضوء أن الإنسان يبلغ أعضاء وضوءه بالماء تماماً، هذا المعنى الحرفي لهالفقرة. يعني لما يجي يغسل وجهه بالوضوء يوصل الماء إلى تمام الوجه، ما يجيب فد ماء قليل ويخليه ويلا وصل ما وصل، تشبع الوجه ما تشبع مو مهم، لا، إسباغ الوضوء يعني الوجه أو اليدين يوصلهن الماء اللي يتأكد الإنسان معه أنه قد وصل الماء وقد غسل تمام الوجه، قد غسل تمام اليد اليمنى، قد غسل تمام اليد اليسرى. هذا المعنى الحرفي. المعنى ما وراء الحرف شنو؟ أن الإنسان يعتني بوضوئه. أكو ناس يقولك وضوء، شوف من إشارته تعرف عدم العناية، يعني شيء مو مهم، يلا بس أتوضأ، وضوء. إسباغ الوضوء يعني الاهتمام، يعني الإنسان ينطي عناية الوضوء، يعني الإنسان يتأنى، يعني الإنسان يفكر بالواجبات والمستحبات بعد الواجبات بوضوءه. هذا واحد. اثنين، أحسن صلاته. فرق بين صلى
وبين أحسن صلاته. أحسن صلاته يعني اعتنى بالوقت، يعني ما صار ممن يسهو عن صلاته، الذين هم عن صلاتهم ساهون. يأذن الأذان، يلا بعد وقت عندنا مجال. دائما صلاة متأخرة، في حين الأئمة مكررا قالوا اختبروا شيعتنا عند مواقيت صلاتهم. تعرف شيعتنا أكو علامات، واحدة من هذه العلامات اهتمام بصلاته، واحد من الاهتمامات اهتمام بوقت الصلاة، يؤدي الصلاة في وقتها. واحد. اثنين، حسن صلاته، اعتنى بأركان الصلاة، بواجبات الصلاة، ركوع يعتني به، سجود يعتني به، ما يقول سبحان ربي العظيم إذا ما يستقر بالركوع، يسجد يتأكد مساجد موجودة في مواضعها. شنو هن المساجد؟ مساجد سبعة: الجبهة، باطن الكفين، الركبتين، إبهامي القدم. فد واحد بعد مساجده ما واصله يقول سبحان ربي الأعلى، فد واحد مساجده ما توصل بصورة صحيحة، لا، تحسين الصلاة أن الإنسان يعتني بركوعه، تحسين الصلاة أن الإنسان يعتني بسجوده بقراءته، يعني أكو اهتمام عنده، فضلاً عن لب الصلاة، فضلاً عن جوهر الصلاة. شنو جوهر الصلاة؟ حضور القلب، أن الإنسان يحفظ قلبه أثناء الصلاة، أن الإنسان لا يكون قلبه يميناً وشمالاً أثناء الصلاة. فد واحد يقول أنا ما أذكر إلا نويت وكبرت تكبيرة الإحرام، وبعد ما أدري إلى أن قلت السلام عليكم ورحمة الله. فد واحد يقول لشيخنا أنا أذكر نويت لصلاة المغرب، أصلي صلاة المغرب قربة إلى الله تعالى، أي قال ما في الزيت إلا العشاء قدامي، بس هذا كبرك عصلى شنو مغرب عشاء ما أدري، هو هم ما يدري. طبعا حضور القلب بالصلاة مو شيء مستحيل، لا، بإمكان الإنسان يتمرن، يمرن نفسه، يدرب نفسه، اللي مع الأيام يتمكن أن يضبط قلبه أثناء الصلاة، أن يحضر قلبه أثناء الصلاة، يصير عنده حضور قلب أثناء الصلاة. بس يبدي بركعة، بعدين ركعتان، بعدين صلاة، من صلاتين مثل مغرب وعشاء، وهك ولك شيء مو مستحيل. جامعهم حسن صلاته، أن الإنسان يكون ممن حسن صلاته. طيب، تدرون اللي يحسن صلاته يكون اسمه مألوف عند مولانا صاحب العصر والزمان؟ الإمام يعرفه، من أي مكان كان، من أي قرية كان، من أي دولة كان، الإمام يعرفه. وأكو قصص في هذا، بعض الذين تشرفوا بلقاء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ذكر لهم الإمام ما حال فلان، فلان من بلدك شلونه؟ هذا كان متعجب، اللي سيدي تعرفه هذا فلان فقير، فد إنسان على نيته، فد إنسان بصير. فكانت العبارة رحمه الله إنه يحسن صلاته، الإمام يدري، ما أقول الله يرحمه، هذا يحسن صلاته، هذا رابط صلاته. شوف، فإذا سبع خصال من كن فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان: أولا أسبغ وضوءه، ثانيا أحسن صلاته، مهتم تفاصيلها، قراءته، ركوعه، سجوده. أكو قضايا كمالية، مثلا ركعتان بعطر خير من 70 ركعة بلا عطر، يعني صار مهتم، ياخذ قيافته عند الصلاة، يتعطى، بعد أي لقاء أشرف من لقاء الله عز وجل.
أن الإنسان يكون ممن يلاقي الله عز وجل. بعد أسبغ وضوءه، أحسن صلاته، ثالثا كف غضبه. الغضب باب من أبواب نار جهنم. إبليس اللعين مكررا قايل هاي الكلمة: إن ابن آدم إذا غضب فهو بيدي كالكرة بيد الطفل منكم أوجهه حيثما أشاء. الآن تنطي كرة الطفل، شنو يسوي الطفل؟ ممكن يشوتها لقدام، ممكن يشوتها لفوق، يمين، يلعب الطفل. الشيطان يقول أنت يا ابن آدم تصير بإيدي لعبة إذا غضبت. فدي يوم من الأيام إبليس التقى بنبي الله نوح عليه السلام، نصحه. من ضمن النصائح قال له: لا تغضب، لا تغضب. وأنت شوف مصادق الغضب، الغضب بالبيت نار جهنم، الغضب مع الجيران، الغضب مع الأرحام، الغضب مع المجتمع، يفتح على الإنسان أبواب الإنسان في غنى عنها. أصلاً أحياناً ما يمكن تداركها. أقول لك قضية، قصة ضريفة على الغضب وواقعية، مو نسج خيال، واقع. يقولون فد واحد ابنه بالبيت، طفل صغير ده يلعب بالبيت، ضرب مزهرية كسرها. المزهرية غالية الثمن. غضب الأبو، قام الابن بعد رفع الصوت ضرب على إيده، بس ضرب قوي مبرح، إلى أن هذا الأبو خلاها حمراء الإيد ابنه. يوم ثاني اسودت صارت سوداء. يوم ثالث تورمت، أخذ للطبيب، الطبيب الأول فحوصات، قال هذه لازم تقطع، قال لا هذا ما يفتهم. أخذ طبيب ثاني فحوصات، قال تقطع. طبيب ثالث قال إذا ما تقطعها الآن ترى بعد ساعة تقطع من الكتف، وإذا تبقى الباكر احتمال يموت هذا الطفل. بعد أمر واقع وقع، قطعوا إيد الطفل. المؤلم الطفل بعد 3 ساعات من العملية أفاق من البنج، انتبه ببراءة، براءة الطفولة. قال الأبو، قال بابا عود أنا إذا كبرت واشتغلت وجبت مزهرية مكان هذه اللي كسرتها ترجع لي إيدي. شلون كلمة هاي؟ ترجع لي إيدي مكانها. وهذا واقع، كل واحد يغضب في أسرته ممكن يصير مثل هذا، يضرب الطفل على قفا ممكن الطفل يعمل، تضرب الطفل على عضو من أعضاءه، على إيده، على صدره، ما تدري شو يصير. شوف الغضب باب من أبواب جهنم، الإنسان يفتحه على نفسه بالغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله دائما كان يوصي، يدخل واحد على النبي: يا رسول الله علمني من جوامع الكلم. جوامع الكلم هاي من خصائص آل محمد صلوات الله عليه وعليه، يعني الاختصار الغير مخل. أي واحد اليوم بالدنيا تجي تقول اختصر لي يختصر، ولكن يخل بالمعنى. إلا آل البيت، لأنهم قالوا أوتينا جوامع الكلم. يدخلون على النبي: يا رسول الله علمنا من جوامع الكلم. النبي يقول لا تغضب، لا تغضب. يقول زدني، النبي يقول لا تغضب. زدني، لا تغضب. زدني، النبي يقول لا أجد. خلاص لا تغضب. مما يجعل المؤمن يستكمل حقيقة الإيمان أن
يكف غضبه، أسبغ وضوءه، أحسن صلاته، كف غضبه. الرابعة شنو؟ حبس لسانه. هذا اللسان أبو المصايب، اللي في الحديث يشرف اللسان على الجوارح كل صباح، كل يوم الصبح اللسان يكلم الجوارح، اليدين، القدمين، الأذنين، العينين. كيف أصبحتم؟ كيف أصبحتم؟ الجوارح تقول كلنا بخير ما دمت عنا بعيد، مسك فينا شرك، في حين كل الجوارح ممكن تعصي، العين تعصي، الأذن تعصي، الرجل تمشي للمعصية، ولكن لما اللسان يسأل كلنا بخير ما دمت عنا بعيد. لسان النبي صلى الله عليه وآله عند كلمة جامعة يقول: هل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني 90% من البشر اللي يخليهم يرمون على وجوههم بالنار منه؟ اللسان. ولذلك حبس لسانه، سجن لسانه، دائما قل خيرا أو اسكت. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. الإنسان العاقل يتجنب هذر الكلام، يتكلم بالمقدار المطلوب الواجب، غيره مشكلة. رابعا، خامسا، أدى زكاة ماله. الإنسان من ضمن الفروض السماوية عليه الحقوق الشرعية المفروضة عليه. الإنسان إذا ما يؤدي حق الشرعي حتى عبادات الأخرى يكون بها مشكلة، صلاة يكون بها مشكلة، لأن يصلي بصلاة بها غصبية لآل محمد، يصلي على فراش بغصبية، يصلي بمكان بغصبية. وتعلمون جيدا أنه الصلاة بالمغصوب أو على المغصوب غير مقبولة، مشكلة. ثم زكاة المال وأداؤها إلها تفسير واحد، هو نماء الإنسان، هو نماء مال الإنسان. الإنسان ينمو، عقله ينمو، وجوده، كيانه بالمجتمع، هذا معنى الحق. أنت شوف دائما عائلة واحدة بيها أخوة، بعضهم يراعي الحق، بعضهم ما يراعي الحق، بعضهم يؤدي حقوقه، بعضهم ما يؤدي. شوف الفرق بين الاثنين من حيث المنزلة، من حيث رجاحة العقل، من حيث الحياة والموفقية بالحياة. ولذلك أقول أداء الحق الشرعي تفسير واحد، النجاح والنماء بالحياة، أن الإنسان يكون ناجح ونامي متكامل إلى الأفضل دائما. الأمر الآخر، استغفر لذنبه. المؤمن يقتدي بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، معصومون، معصوم ما يفكر بالذنب، ولكن يوم اللي يجي وقت الاعتراف يقول أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا. معصوم سيدي، أنت ما تفكر بالمعصية يا علي بن الحسين، يا زين العابدين. يقول وماذا أقول إذن؟ هذا حال المستغفر. الإنسان بين يدي الله عز وجل هذا الذي ينبغي أن يصدر منه. المؤمن خلاف عن غير المؤمن، غير المؤمن يعصي وباصطلاحنا يطلع ضبل، ما يتوقف، ما يتراجع، ما يفكر. شوفوا مو خطر أن الإنسان يعصي، كلنا خطاؤون، إحنا ما معصومين، المعصومين معروفين نخطئ، ولكن المشكلة أن نصر على الخطأ.
المشكلة أن ما نحدث أنفسنا بالاستغفار، ما نفكر نتوب، ما نفكر نستغفر، ما نفكر نتراجع، هذا شيء كبير. المؤمن اللي بعد المعصية يختلي بربه: إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا جاحد لربوبيتك، ولكن خطيئة عرضت وسولتني نفسي وأعانني شقوتي وغرني سترك المرخى علي. هذا المؤمن، هذه كلمات رقيقة تستدر عطف السماء. الله يغفر، يسامح، يتجاوز عن هذا المذنب. بعد الخصلة الأخيرة: أدى النصيحة لأهل بيت نبيه. شنو يعني؟ يعني كان مخلصا لأهل البيت. شوفوا، كثير من الناس عاشوا مع النبي، عاصروا النبي، صاحبوا النبي، ولكن كم واحد من ذول الناس قيل عنه أنه من أهل البيت؟ مئات، آلاف. صلوا مع النبي، رأوا النبي، سمعوا حديث النبي، ولكن سلمان قيل عنه سلمان منا أهل البيت. ليش؟ الإخلاص، النصح، ناصح لأهل البيت. أمير المؤمنين عاش معه أناس كثر، ولكن الناصحون المخلصون تميزوا، لهم ميزة، لهم أثر. إحنا بمجلس وبذكرى أم البنين، وإن شاء الله تأخذون حوائجكم من مجلس أم البنين، سيما مجلس أم البنين وبيت أمير المؤمنين ومسجد الكوفة، هذا المكان اللي مئات المرات أقدام علي بن أبي طالب وطأته، هذا المكان اللي أنفاس ابن أبي طالب فيه، وجود علي بن أبي طالب فيه، ومجلس هذه المرأة العظيمة أم البنين. أسرع أبواب الحوائج إلى الله. شوفوا، أبواب الحوائج كثيرة، ولكن أسرع أبواب الحوائج منه؟ أسرع أبواب الحوائج أم البنين. أم البنين شو صارت أم البنين؟ النصح لأهل البيت. يدخل عليها أبوها يقول: هذا عقيل جاءني خاطبا يخطبك لأخيه علي، ماذا تقولين؟ قالت: أبا، شوفوا هذا الإخلاص منا بدأ، قالت: أبا لطالما تمنيت على الله أن يريني الحسن والحسين وزينب مرة أخدمهم بها أتقرب بذلك لفاطمة الزهراء. الآن تجي الفرصة إلى عندي، أروح أصير خادمة ببيت مولاي علي. وافقت. ليلة الزفاف، العشيرة جايبين فاطمة زافينها، بعد شرف. منو صهرهم؟ صهرهم منو؟ علي أمير المؤمنين، وصي رسول الله، خليفته بالحق. وصلوا باب البيت، أم البنين قالت: ما أدخل. ليش؟ قالت: حتى يأذن لي سادتي. تعال شوف المنظر، أم البنين باب البيت، الحسن والحسين وزينب داخل البيت. أدخلي يا فاطمة، قالت: سادتي أتقبلون بي خادمة عندكم؟ أنا ترى جاية إلكم، أنا جاية لخدمتكم، أنتوا مشروعي، أنتوا فوزي. فقالوا لها: مرحبا بك يا فاطمة. دخلت أول ليلة عند علي بن أبي طالب، قالت له: يا أبا الحسن غير اسمي. قال: أحب الأسماء إلى قلبي اسمك، أحلى اسم بالدنيا فاطمة. قالت: أولو كان لأجل الحسن والحسين وزينب هم طلبوا ذلك. قالت: لا، ولكن إذا ناديتني بفاطمة هاجت بهم الأحزان. أنا ما جاي هنا أحزنهم، أنا جاي أخدمهم، أنا أريد أخدم آل البيت.
شاف طلبها ناضج لقبها بأم البنين أو كناها بأم البنين. بعد ما حد يعرف فاطمة، كل الناس يعرفون أم البنين، مخلصة ربت أبناءها على أنهم خدم للحسن والحسين. تقعد أولادها الأربعة تقول أبنائي لا ألفينكم تظنون أنكم إخوة للحسن والحسين، وهذا قمة الإخلاص. لأن من صار عندها أولاد صار بالبيت، صار بالبيت أولادها أولاد ضرتها، المفروض تميل لأولادها، المفروض تقرب أولادها، ولكن هي بالعكس تقول لأولادها لا تظنون أنكم إخوة للحسن والحسين. واحد قال لما؟ قالت الحسن والحسين أبناء فاطمة وأنتم من أمكم؟ هذا المعنى اللي ورثته لأبي الفضل العباس، فصار أبو الفضل باب الحوائج. يقول الإمام الصادق بزيارة أبي الفضل: أشهد لك بالوفاء بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة. أبو فاضل ناصح للحسين يعني مخلص. أبو فاضل منين جبت هذا الإخلاص؟ من أم البنين، كانت ناصحة لأهل البيت. بقت أم البنين تربي أبنائها على الإخلاص وعلى النصح إلى أن إجت اللحظات الأخيرة مثل ما بدينا المجلس. بني عباس لا أريد أن يكون فيك حياة حينما يقضي الحسين، أريد يوم اللي يقضي الحسين أنت تكون قد أديت ما عليك، ما أريد بيكم روح لمن يوقع حسين. أبي الفضل هم انطل أم موعد، لابد يطب الناعي طيبه أو تفق ديني، نجديه عن زوجي تعرفه للميادين. صار موعد بين أم البنين وبين أبي الفضل أن يأتي الناعي، وإجا بشر ابن حذلم. يا أهل يا يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مبرج مبرج، والرأس منه على القناة يدار لمصايات من الجمع الأكبر، أو طلعت مرايا تمشي وتعثر صاحيات يا ناعش الخبر، صوتك لعند الصخر فسار أثار المرم عباس الأزهر. الناس ضجت، بشر ابن حذلم جمع الناس، بعد شي صيح: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين. الناس اتجمعوا: أم البنين اش عندك يا ابن حذلم من أخبار؟ تجاجر بصوتك والقلب طار. يا ناس بالله دف رجوله، يا خلوه ينزل عن ذلوله، أبا سائل واستمع قاله. يا يوم التقى وذاله وذاله بالكون يا الصوتاله، عباس راعي الزود ياله. وصلت إليه: أنت الناعي ريحانة رسول الله؟ قال: بلى. قالت: أخبرني عن الحسين، أهو حي أم لا؟ يقول: تعجبت أنا أصيح قتل الحسين، الناس باكٍ وباكية لاطم ولاطمة،
بعدين هي سألتني أنت الناعي؟ الناعي على الميت. التفت إلى رجل بجانبي قلت من هذه المرأة؟ كأن المصيبة هدت على هذه المرأة. قال كأنك تجهلها، هذه أم البنين، هذه أم العباس وإخوة العباس. يقول أشفقت عليها، قلت والله حقها، هاي هذه فاقدة أربعة أولاد، صرت أعدد لها أبناءها. يا قلي عظم الله أجرك بجعفر وعون وعبد الله غدا وياهم فردكم، تقل الكل فدا لحسين يرحون. يقول قلت لا الآن أكسر قلبها، هذه صحيح. قلت استشهد جعفر، استشهد عبد الله، استشهد عثمان، ولكن لا 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 أقل، القمر راح يكسر قلبها، قمر العشيرة أبو الفضل. يقول إن جت العباس إيش تقولين؟ انحنت وتصيح قلي بقرة العين. يقول تعجبت أقول عباس، قطعوا يمينه قطعوا شماله أصابوا عينه. قالت ولدي ومن في الوجود فداء لأبي عبد الله. يقل لن جت العباس اش تقولي؟ انحنت وتصيح قل بقرة العين. بكى ودق على راسه وصايا بك أم البنين. أولادها الأربعة ما مهتمة، يا حسين حسين حسين. يقول قال لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. ذهبت صارخة مولولة تقوم وتقع، وين وين إلى بيت الحسين. منو أول وصل؟ زينب. زينب وصلت قبل أم البنين، خلت خادمة على الباب، قالت ما نريد وحدة طب علينا، تسأل سووا بيكم سولفولي، مو مال سوالف، نريد نبكي على الحسين، نريد نقضي عزاء الحسين. الجارية على الباب أقبلت امرأة اللي هي أم البنين، قالت لها أريد الدخول. من أنت؟ معزية. قالت لها أنت مسبية؟ قالت لا والله ما سبيت. قالت إذا لا أذن لك بالدخول. مولاتي زينب ما تقبل، قالت ما تدخل علي أنا بس المسبية. وين قلبك؟ أريد قلبك. ها لا تنسى أنت وين قاعد، بيت أمير المؤمنين، هذا البيت اللي أم البنين شافت بي ما شافت، هذا البيت اللي أم البنين شافت علي ابن أبي طالب جايبين شايلين من مسجد الكوفة مضروب على راسه، وكانت وراها الباب واقفة أم البنين وواقفة زينب وواقفات بنات علي. وزينب من شافتهم صدت وصاحت يا المجبلين هالشايلين وياكم منين؟ بعد خلك سر قلبك، تدري بهالبيت بعد أم البنين ماذا رأت من مصائب؟ رحيل أمير المؤمنين، مصايب ومصايب، بيت المدينة، بيت أمير المؤمنين بالمدينة، هم أم البنين شافت بي كبد الحسن مقطعا بالطشت. من طبت زينب وأم البنين على الحسن والطشت بين يديه، مقطع أحشاء الحسن بالطشت. واليوم أم البنين جاية البيت أمير المؤمنين وها
هذه الجارية ما تقبل تفوتها. تدرون ايش قالت أم البنين؟ قالت قولي لمولاتك أمك على الباب. الله، شلون حكاية هاي؟ شلون كلمة؟ الجارية قالت منو؟ قالت روح لزينب قلي لها أمك على الباب. زينب سمعت أمك على الباب صاحت يا الفواطم فكني الباب فكني الباب وتلقن شريشتنا بالمصاب. هاي أم البنين ونزل الأنجاب صاحت صادق ومن تلقنا بالله وياي ومن ساعدنا. يلا يلا بعد وصلنا للمصيبة، وين دموعكم؟ تستاهل أم البنين. وكل واحد يحضر حوائجه. عدنا بلد جريح، عدنا عراق ينزف ألما ودما، عدنا شهداء، عدنا أولادنا بالثغور، عدنا مرضى. وإن شاء الله مضان استجابة الدعاء، أملي كبير الليلة باستجابة الدعاء وتحقيق المنى. أكو شيء عند النساء يسمون المواجهة بالعزاء، يعني المعزية تواجه المعزات. دخلت أم البنين الصيح وولدا وحسينا. زينب استقبلت الصيح وأخاه وعباسا. تقل أرد نجدك يا ضوى العين عن عباس ولادي المي امين اخاف ان قصروا عن نصرة حسين. الله الله يا ام البنين، ما تقول اولادي موتوا يا لا لا لا، المهم عندي بيضة ووجهي عند الزهراء لو لا. زينب يلا خلي لي هالصورة ببالك، خلني بكي انا وياك. يقولون ام البنين امسكت بيدي زينب، تعاي امه تعاي زينب تعاي. جلست أم البنين وزينب. زينب زينب عندي سؤال محيرني، قلبي يفور يمه يمه، ما أدري أمشي عليك أمك الزهرة، أمشي عليك أبوك علي، أمشي عليك أخوك الحسين. قولي أم البنين إيش تردين؟ قلت الأرض نشدي على راعي المحن. والله كلمة هاي لا تخليها ببالك، شو غمض لعيونك وحطها ببالك. تقول أرد نجدج على راعي المحن، ايش سوى الخوات من نخل. أنا أدري غيور وبيه ظنه، وأدريه ضرب السيف فنه. زينب إن كان إن كان ما راضين عنا، أنا لروح الكربلة وعاتبنا وحرم حليب الرضا. محاورة زينب وأم البنين، وأم البنين قلبها نار، خاف أولادي ما بيضوا وجهي عند الزهراء. قامت زينب قالت لا لا يما اش تقولين، ثلاث أنعام من أخوة الطيبين بذلوا كل جهدهم دون الحسين، ووقفوا سور ما دون المخيم. شقلك عن أبو فاضل شقلك عن ابو فاضل وخبريك، وقرعانك بفعل وسرج مثل حملات حادر حمل شبليك، وخلى الغاضرية بحر من دم. زينب قالت لا يما ام البنين كوني قريرة عين، الوفاء يما ابو فاضل ويوقف أبو فاضل بكوم وكربلة كلها بكوم. يمه يقولون أم البنين فرحت، توجهت إلى كربلاء
تقل الحمد لله الحمد لله يا يما على نصيبي رقيقات ذن الأبيات الحمد لله يا يما على نصيبي حلال عليك يا يما حليبي عراقيين تعرفون معنى حليب الأم الحمد لله يا يما على نصيبي حلال عليك يا يما حليبي قامت أم البنين تطلع للبقيع تسوي قبور رمزية تدرون الأم إذا مات ابنها بعد يصير قلبها يم قبر ابنها روحها هناك تحوم يم القبور الله يساعد أمهاتنا أمهات الشهداء شهداء الحاشد شهداء المجاهدين يروحن هناك يم قبور أولادهم اللي نسوى بأم البنين أم البنين تروح للمقبرة للبقيع تسوي قبور رمزية تقول هذا قبر عبد الله هذا قبر جعفر هذا قبر عثمان هذا قبر عباس تطيهم ظهرها تسوي قبر خامس تقول هذا قبر الحسين وتقعد تبكي على قبر الحسين أم البنين يقولوا لها مذن قبور أولادك تعاي هنا ابكي تعاي ابكي يم قبر العباس يم قبر عثمان عبد الله تقول لا مو الحسين أم غايبة أنا ابكي بمكان أم تجلس على القبر يا حنايحة علي أمام تنوحين تقول البكي والنوح لحسين عن نوح بن فاطمة وين إلى العزاء وإحنا على الدار من بعد الحسين سلامه بدموع جارية قلوب منكسرة ارفعوا أيديكم بالدعاء إلهنا سيدنا مولانا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأم البنين الطاهرة باب الحوائج يا الله اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وفقنا لأن نكون من أنصاره وخدامه وأعوانه ومقوية سلطانه اللهم من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة خاصة إلهي بحق أم البنين اقض حاجة كل محتاج اللهم من كان فينا مريضا أو له مريض من على جميع المرضى بالصحة والشفاء والعافية عافنا في من عافيت ولا تبتلنا في من ابتليت يسر كل أمر متعسر اللهم انصر أبناءنا في الثغور سدد رميتهم وحد كلمتهم اللهم اضرب بالذل نصب أعين النواصب والتكفيريين والمنافقين والكافرين أشغلهم عنا وعن أذانا بشغل شاغل لا فراغ منه اللهم أحسن عواقبنا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا القائمون بهذا العزاء الشريف تقبل أعمالهم لأفضل القبول ولأمواتهم ولأمواتكم ولمن مات على الولاية والإيمان رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات